أهلا بكم وإلى العناوين. غارات سعودية عنيفة على وسط مدينة صعدة غدا هجمات راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى في صنعاء والحديدة وحجة وتعز. الداخلية السعودية تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 باستهداف أحد المواقع العسكرية الحدودية في عسير. القوات العراقية والحشد الشعبي يتقدمان جنوب الرمادي ويستعدان مناطق عدة من سيطرة داعش. أفاد مراسل الميادين بأن الطائرات السعودية شنت 20 غارة على وسط مدينة صعدة ومعسكرات الأمن المركزي والنجدة ومنطقة القصر الجمهوري. هذا واستشهد 96 شخصا وأصيب نحو 300 في غارات طائرات التحالف السعودي على صنعاء وبكيل المير والحديدة وذمار وتعز. وزارة الصحة اليمنية أعلنت سقوط 45 شهيدا في الغارات على صنعاء وحدها. ومن بين الضحايا الذين سقطوا من جراء الغارات السعودية عدد كبير من النساء والأطفال. اللي حصل في هنا انها جاءت طائره في الظهر وقت الظهر وضربت سياره واقفه في الشارع جوار منازل ودمرت المنازل مع ساكنيها. هذا شرايه هذا بوفيه لطلب الله. العمال بيشتغلوا ما يش اهداف ولا اي مواقع عسكريه. ايوه يجب ان نفرق، يجب ان يكون عندنا عقول. ايوه هذا قضاء على كل شيء، على الاخضر واليابس. قتل جنديان سعوديان وأصيب 5 آخرون من قوات حرس الحدود إثر سقوط قذائف أطلقت من الأراضي اليمنية على أحد المواقع الحدودية المتقدمة بالظهران وفق بيان وزارة الصحة وزارة الداخلية السعودية. ومن جهة ثانية وزع الإعلام الحربي صورا لاقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية موقعي تويلق وام بي سي العسكريين السعوديين في منطقة جيزان، وتظهر الصور عملية رصد الجنود السعوديين داخل نقاطهم ومن ثم البدء بهجوم ناري كثيف على الموقعين، كما تظهر الصور أيضا احتراق بعض الآليات العسكرية السعودية. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت تدمير مدرعات للقوات السعودية والسيطرة على 6 آليات أخرى بعد هجوم سعودي لاستعادة موقع المحروق بنجران الذي سيطر عليه الجيش واللجان الشعبية. المزيد من التفاصيل مع فاطمة قاسم. أهلا بكم. حرب المواقع العسكرية السعودية التي أطلقتها القبائل اليمنية قبل الهدنة الإنسانية واستكملها الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد انتهاء الهدنة ما زالت مستمرة. نجح الجيش اليمني واللجان الشعبية في السيطرة على أحد أبرز المواقع السعودية وهو موقع المحروق بنجران. أهمية هذا الموقع تكمن في أنه يعد من المواقع العسكرية السعودية الكبيرة المطلة على محافظة صعدة. أول المواقع العسكرية السعودية التي أعلن أنها سقطت بيد اليمنيين كان في 10 نيسان/أبريل الماضي بعد مضي أسبوعين على الغارات الجوية السعودية، حيث سيطر مقاتلو قبيلة همدان بن زيد في منطقة طخيا حينها على موقع المنارة العسكري السعودي في نجران المطل على مديرية باقم في محافظة صعدة. بعدها بأيام مجموعة من مقاتلي القبيلة نفسها توغلت إلى جوار سد نجران وكمنت لدورية عسكرية سعودية ومن ثم سيطرت على موقع الحلقة المطل على مديرية الملاحيض في صعدة. قبائل بكيل المير في حجة أعلنت السيطرة على مواقع سعودية عدة في جيزان أبرزها التبة والحمراء التي كانت تستهدف المناطق اليمنية بين محافظتي حجة
وصعدة، وعادت قبائل همدان بن زيد لتعلن سيطرة مقاتليها على موقع جلاح العسكري السعودي في محافظة نجران ردا على قصفه قراهم، ومن ثم استهداف موقع العين السعودي المجاور بالصواريخ. مع إنهاء الهدنة الإنسانية وتجدد الغارات والقصف السعودي، دخل الجيش اليمني واللجان الشعبية على خط السيطرة على المواقع السعودية الحدودية، وأبرزها السيطرة على موقع الام بي سي في جيزان المطل على منطقة الحصامة وجبل الرديف العسكري في منطقة الطوال السعودية وموقع المعزاب في جيزان المقابل لحجة. الأمم المتحدة دعت إلى وقف القتل والتدمير في اليمن وأحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية مع سقوط الآلاف بين قتيل وجريح ومن بينهم مئات الأطفال والنساء، وشددت على ضرورة جلوس كافة الأطراف إلى طاولة التفاوض. على كل الأطراف احترام حيادة الجهاز الصحي تحت القانون الدولي والسماح للموظفين والمؤن بالمرور وبإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها. نريد رؤية نهاية للنزاع. إننا نشهد تدميرا مستمرا للبنى التحتية ونشاهد هجمات على المدنيين يجب أن تتوقف. لقد أعرب الأمين العام عن خيبة أمله لعدم تمديد وقف إطلاق النار لإدخال المعونات الإنسانية، وما تم إدخاله لم يكن كافيا. نريد أن نشهد وقفا للقتال. حال هذا النزاع حال أي نزاع آخر. لا بد من وجود محاسبة في اليمن لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات، لكن أولويتنا حاليا هي جلب الناس إلى طاولة التفاوض. رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي انتقد موافقة السلطة الفلسطينية وحركة حماس على الغارات السعودية على اليمن، وفي مقابلة مع الميادين وصف القدومي هذا القرار بالخاطئ. أعتقد على أن هذا القرار خاطئ، يجب أن لا تتدخل مطلقا بين الدول العربية إذا كان الخصام بين دولتين أو ثلاثة. ولذلك فإن فلسطين يجب أن تكون بالفعل بعيدة كل البعد عن مثل هذه التداخلات. أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة منطقتي الطاش والحميرة عند أطراف الرمادي الجنوبية. بدوره أعلن الحشد الشعبي خوضه معارك عنيفة ضد تنظيم داعش غرب سامراء وتقدمه في عمق الطريق المؤدية إلى بحيرة الثرثار. قال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي، قال إن الاستراتيجية الآن تقضي بقطع خطوط الإمداد عن داعش من جميع الاتجاهات وبمحاصرته لتحرير الرمادي، وأشار إلى أنه يجري تسليم الأراضي بعد تحريرها إلى أبناء العشائر والقوات المسلحة. أكثر القطعات التي تقدم بها أبناء الحشد الشعبي وأبناء القوات المسلحة كانت المقاومة أقل من أن توصف، انهيارات كبيرة في صفوف خطوط العدو، وبالتأكيد الاشتباكات مستمرة حيث أن القطعات تتقدم من أجل إحكام الطوق. الناطق الإعلامي في هيئة الحشد الشعبي عبد الهادي الدراجي قال إن المعركة ليست معركة بغداد لأنها مؤمنة، بل معركة صلاح الدين والرمادي، لافتا إلى أن الرمادي تعد مفصلا مهما لأبناء المقاومة لقطع المدد عن تنظيم داعش. المعركة ليست معركة بغداد لأن بغداد محصنة ومؤمنة إن شاء الله، وحتى المحافظات المقدسة أيضا مؤمنة. اليوم أبناء العراق الغيارة انتخوا إلى صلاح الدين وانتخوا إلى أبناء الرماد الذين طالبوا بإشراك الحشد الشعبي. على واقع المعركة ابتداء اليوم من معركة الإسحاق التي جرت، وثم أيضا مرورا بالمعارك التي جرت في الرمادي حتى انتهاء بتحرير المناطق حتى انتهوا إلى جامعة الرمادي، هذا كله مؤشر على أن المقصود من هذه العمليات هي الرمادي، لأن الرمادي تعتبر فيصلا مهما ومفصلا مهما من مفاصل أبناء المقاومة حتى يقطعوا المدد على الدواعش. حذر برلمان إقليم كردستان من خطر جديد أضحى على الأبواب إثر النزاع المسلح الذي وقع بين حزبي العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني الإيراني. يأتي ذلك فيما حذر مسعود برزاني من تحول كردستان إلى ساحة لتصفية الحسابات بين المتخاصمين وسط حالة من الحذر والترقب تسود الشارع الكردي. محمد كريم. جبل قنديل معقل حزب العمال الكردستاني، منه اندلعت شرارة المواجهات، لكن هذه المرة ليست مع الجيش التركي كما جرت العادة، فطرفها الآخر كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي حاول عناصره بناء مقر في المنطقة الحدودية بين العراق وإيران،
مواجهات تنذر بتحول الإقليم إلى ساحة لتصفية الحسابات. يقول البرلمان هناك أكو خطرا على الأبواب، ويجب أن نلتزم بمواثيق ونلتزم بالالتزامات بين أحزاب الكردية والمواثيق في البرلمان كردستان. لا يجوز لحزب كردي سياسي أن يحتكر أراضي كردستان بأنها ملكا له. الساحة الكردستانية مفتوحة لجميع الأحزاب، والجميع يجب أن يتحرك بكل حرية. الخطر الذي يطرق أبواب إقليم كردستان العراق أوجد جوا من الحذر والترقب يسود الشارع الكردي، فيما المخاوف من تحول الصراع إلى الداخل المنقسم بالأساس بين مؤيد ومعارض لتلك الأحزاب لا يزال قائما. هناك أحزاب كردية متأثرة بأجندات بعض هذه الدول، فالمخاوف في مخاوف الشارع الكردي من هذا المنطلق، وأعتقد أنها مخاوف يمكن أن يكون لها تأثير على القيادة الكردية. محاولات حكومة إقليم كردستان للتقريب بين PKK والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لم تفلح في إنهاء التوتر والاضطرابات بين الجانبين، أمام رفض حزب العمال الكردستاني حضور اجتماع برعاية حكومة الإقليم، ليبقى الشد والجذب عنوانا للمشهد الكردي في العراق. إقليم كردستان برئاسته وبرلمانه حذرا من استخدام السلاح لحل المشاكل السياسية، فالضرر لن يقتصر على الطرفين، ولا بد من تطويق الأزمة قبل اتساعها. محمد كريم أربيل، الميادين. في عملية هي الأولى من نوعها، رصد رجال المقاومة اللبنانية عبر طائرة مسيرة مسلحين من جبهة النصرة كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي بحسب مراسلنا. المقاومة استهدفت المجموعة في جرود عرسان اللبنانية واشتبكت معها، يؤدي ذلك إلى مقتل كامل أفراد المجموعة بينهم قائد ميداني. يذكر أن الطائرة رصدت انطلاق المسلحين من منطقة الكسارات الجردية الواقعة جنوب عرسال، وقد استهدفوا قبل توجههم نحو جرد نحلة. في مدينة تدمر السورية قتل تنظيم داعش 20 رجلا بإطلاق الرصاص عليهم. وقال المرصد السوري إن عملية القتل نفذها التنظيم في المسرح الروماني في قلعة تدمر التاريخية. يذكر أن تنظيم داعش ارتكب عدة مجازر راح ضحيتها العشرات لدى سيطرته على مدينة تدمر. رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على دعوة نظيره التركي الطائرات الأمريكية إلى حماية المعسكرات المخصصة لتدريب المعارضة. المعلم حذر من أن أي خرق لطائرات غير سورية للأجواء هو عدوان يستدعي الرد. موقف المعلم جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرمني في دمشق. تركيا ترتكب أفعال عدائية في سوريا أسوأ بكثير من هذا التصريح. هو يعلم أن استخدام الأجواء السورية من قبل طائرات غير سورية هو عدوان موصوف، وبالتالي من حق الجمهورية العربية السورية بما تملكه من إمكانيات التصدي لهذا العدوان. لكن الشيء الجيد في هذا التصريح أنه اعتراف تركي بنية العدوان على سوريا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وواشنطن لم تتمكنا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن حظر جوي وإنشاء منطقة عازلة في سوريا. وبحسب أردوغان فإن بلاده اتفقت مع السعودية وقطر على ضرورة إنشاء هذه المناطق، لافتا إلى أنه برغم الخلافات القائمة بين أنقرة وواشنطن فقد جرى توقيع الاتفاقية مع واشنطن لتسليح المسلحين وتدريبهم. نبذ الطائفية وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط كان الإطار العام الذي اجتمع حوله المشاركون في أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الكويت. مسد ديراني والتفاصيل.
تحت شعار الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب، دعا أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح المشاركين إلى تصحيح الصورة المشوهة التي رسمتها التنظيمات الإرهابية عن الإسلام، مؤكدا ضرورة تعريف العالم بحقيقة الدين الإسلامي، كما تناول ما يجري في العراق المجاور. نؤكد دعمنا للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي في سعيها لإتمام برنامج المصالحة الوطنية. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من جهته أكد أن بلاده لن تتوقف عن محاربة ما سماهم بالفئة الضالة والفكر الضال في المنطقة. جهود المملكة لن تتوقف يوما عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه بإذن الله. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني شدد على وحدة اليمن ومنع تقسيمها. تجدد المنظمة التعاون الإسلامي موقفها المبدئي والثابت الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، كما تؤكد دعمها للشرعية الدستورية وإدانتها للانقلاب على الشرعية ورموزها. المجتمعون تحت مظلة منظمة دول التعاون الإسلامي طالبوا بضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لمواجهة الاحتقان الطائفي والمذهبي الذي بات يعصف بالأمة الإسلامية ويفتتها، مؤكدين أن العصبية هي الخطر الأكبر على وجود الأمة وبقائها. دعا رئيس اتحاد كرة القدم الإنجليزي رئيس الفيفا جوزيف بلاتر إلى التنحي عن منصبه عقب فضيحة الفساد التي طاولت عددا من أعضاء رئاسة الاتحاد. الشرطة كانت قد دهمت أمس مقر الفيفا في زيورخ السويسرية وصدرت وثائق تتضمن عمليات رشن وفساد متعلقة بترشيحات روسيا وقطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و2022. ويخوض بلاتر وللمرة الخامسة غدا انتخابات الرئاسة على رأس الاتحاد الدولي في مواجهة نائبه علي بن الحسين. استضاف لبنان اجتماعا للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة. المجتمعون أكدوا أهمية المقاومة في هذه اللحظات التاريخية من حياة الأمة العربية والإسلامية، مشددين على ضرورة دعمهما. ملك خالد والمزيد من التفاصيل. لله الرحمن الرحيم، رفع علماء المذاهب الإسلامية صلواتهم في بيروت. اجتمعوا هنا في قلب العاصمة اللبنانية تحت مسمى الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، وهدفهم دعم المقاومة بأشكالها كافة في وجه موجة التطرف والتكفير التي تعصف بالمنطقة. ما يحدث اليوم من فرقة هو الذي سيولد المناعة والوحدة والقوة بإذن الله تعالى. كلمات العلماء ونقاشاتهم تناولت دور رجال الدين في هذه المرحلة الحرجة، إذ يستخدم الدين للتكفير والتجهيل والتضليل بما يتنافى مع روحية الإسلام ورسالته. أنا حينما أنتقد التطرف السني إنما أدافع عن سنيتي، لأن لا يشرفني أن يكون المدافع عني أو الممثل عني في العالم الإنساني هو تنظيم داعش الإرهابي. العلماء الذين توافدوا من 7 دول ناقشوا أشكال المقاومة وسبل دعمها عمليا وفقهيا وعقائديا، مؤكدين أن العدو الأساس يبقى إسرائيل. عندما يكون العدو الذي يخاصمني يعني يستخدم أسلحة، فلا بد أن أستخدم الأسلحة. لأن يعني الكفرة والصهاينة والاستكبار العالمي لهم يعني جحافل من العلماء الكبار من الدكاترة من أجل توصل إلى استراتيجية كبيرة معمقة أو عميقة في كل المجالات للقضاء علينا. عشرات العلماء بحثوا وناقشوا وتوافقوا على توحيد الكلمة لنبذ ثقافة الإرهاب والتكفير، والأهم لدعم مقاومة حق يراد بها باطل. في وقت تشتد الهجمة على المقاومة فكرا وممارسة، يؤكد علماء المقاومة أن المقاومة من الجهاد في سبيل الله وهو من صلب الإسلام، وهم يشددون على أن المقاومة واجب ضد إسرائيل والتكفيريين معا. ملك خالد، بيروت، الميادين. شهدت مدينة الحمامات التونسية المنتدى التونسي للسياحة الطبية الذي سلط الضوء على واقع السياحة الاستشفائية في البلاد وسبل تطويرها. المنتدى أشار إلى تحقيق قطاع السياحة الطبية مداخيل تصل إلى نصف مليار دولار سنويا. بلال مبروك والتفاصيل.
بالإضافة إلى السياحة البحرية والسياحة الصحراوية، تعد السياحة الاستشفائية واحدة من أهم روافد الاقتصاد التونسي، بعدما سجلت مراكز الاستشفاء خلال العام الماضي وفود أكثر من 400 ألف سائح، غالبيتهم من الدول المغاربية المجاورة، في وقت يسعى القائمون على القطاع إلى ضبط سياسات استراتيجية ترويجية لاستقطاب الجنسيات الأخرى. القطاع قاعد يساهم في بشكل يعني كبير في إيرادات السياحة التونسية بشكل عام. في العام الفائت الإيرادات اللي جات من القطاع السياحة الطبية قاربت النصف الإيرادات الإجمالية للسياحة الوطنية. السياحة الاستشفائية هي عنصر مهم في الاقتصاد التونسي، وأثبت الإطار الطبي التونسي كفاءته وقدرته على استقطاب السياحة الطبية. ما يصل إلى 500 مليون دولار هي عائدات السياحة الصحية سنويا، وهو ما يعادل نصف مجمل عوائد القطاع السياحي في تونس. إلا أن المتابعين للشأن الاقتصادي يؤكدون ضرورة إلاء هذا القطاع الحظوة المطلوبة عبر تحسين المنشآت وتطوير الخدمات الصحية التي بإمكانها أن تكون قاطرة لدفع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في اعتقادنا أنه اليوم هذه المرتبة وهذا الموقع يجب تدعمه بهيكل حقيقي لهذا القطاع، في اتجاه أيضا أنه يعني الحكومة تشتغل على هذا الملف مع مختلف الأطراف وتحويل هذا القطاع بالفعل إلى عامل جاذب للاستثمارات. بالكفاءة العالية اشتهر الكادر الطبي التونسي، وبجودة الخدمات الصحية تتميز المساحات في تونس. هي ثنائية بحسب المتابعين يمكن الاعتماد عليها من أجل إنعاش قطاع السياحة في تونس. بلال مبروك، تونس، الميادين. إلى الماضي الحاضر.